to break through with the riot police. Louise and I are standing at the bridge. طلعنا من عند ناهيه احنا رايحين مضطر ان احنا رايحين دلوقتي على التحرير ان شاء الله اعتصام لحد ما كل مطالبنا تتنفس. No, what is very good that there is no violence. احنا عاوزين نعمل نغزة اليوم ده ان مصر تقدر. من كان فكرة التنظيم ليوم نهائي محتاج نفس المكان ده 10,000 يقعدوا فيه 200. اول مرة اطلع واللي طلعني استلف. بستلف لاولادي كل شهر. كل شهر بستلف. انا اتخمنك يا عم. هو ده اللي طلعني. محشيش مكفي. ميه يا شباب. ميه.